لطاجن الشيش طاووق رح نحتاج لكيلو صدر دجاج، 3 معالق كبيرة لبن، 3 معالق كبيرة ليمون، معلقتين كبار خل، معلقتين كبار صلصة بندورة من لونا، مرقة دجاج من زغلول، رح نحتاج لمعلقة كبيرة ملح من ساسي، معلقة كبيرة بهارات مشكلة، معلقة صغيرة فلفل أسود وبابريكا، فلفل رومي ألوان، بصل مقطع، وأكيد جميع البهارات مقدمة من مطاحن خليل الإسكافي. شيش طاووق. طاووق. بس رح نعمله برضه بطاجن عشان أنا بدي اليوم وصفاتنا تبرك، يعني أنا فكرة وصفاتي اليوم إنه إذا بدنا نعمل كيلو صدر دجاج بدي أعمل له 6 أسياخ 7 أسياخ مش كلياتها بناكله، ووصفاتي اليوم طبعاً بتقدروا تعملوا جنبها رز تايجر المفلفل عشان تاكلوها مع الرز تطلع كثير طيبة. حلو. تمام؟ خليني آخذ بس الطاجن اللي بدي أستخدمه، من وين عم بجيب كل صواني الفخار تبعوني المدهونة الحلوة؟ من عند الغانم ستورز، بدي إياكم تروحوا تشوفوا قد إيه عندهم أشياء حلوة لرمضان للعيد. أو أنا رح أعطيهم حل ثاني. قولي. يكفوا من مشاركتهم معنا على صفحتنا على الفيسبوك ويربحوا. برافو. من الغانم ستور، فهيك بقدروا انهم يروحوا يجيبوا فخارات واشياء ثانيه، لانه اكيد عندهم يعني كثير شغلات ثانيه غير الفخارات، واحنا يعني 3/4 الاشياء اللي بتستخدمهم الشيف امتياز معنا بالمطبخ من طناجر من فخارات كمان بنجيبهم من الغانم ستورز 100%. طيب بدنا نعمل الشيش طاووق، وتتبيله الشيش طاووق سواء بدنا نستخدمها للشوي، يعني عندنا شوي بدنا نشوي يوم الجمعه قررنا على هالبرندا او بالجنينه، تعملوا هالتتبيلة اللي كتير زاكية وكتير طيبة. مستخدمة صدر دجاج، أنا طبعا صدر دجاج ما بده تنظيف ما بده شيء، بس تغسلوه مع شوية ليمون أو خل وخلاص. حلو. تمام. بس وبتحطي ايش ما بدك، الفلفل الملون يعني اذا ما عندهم مثلا احمر واصفر 100%. اي خضار دائما موجوده بالبيت يستخدموها. عندي للتتبيله رح احط لبن، رح احط ثوم مهروس، وضروري الثوم المهروس بهاي الوصفه، ما بنحب نكهة التوم يا شيف، حطوا التوم الباودر ما ببين. حلو. وعندي ليمون. وعندي من لونا صلصة البندورة، هيها شايفين كيف، عشان أعطي الشيش طاووق طعم ولون كتير حلو. هيها كتير بحبها الصراحة، بتعطي منظر حلو ولون حلو. وبدي أجيب الخل، بس لازم أجيب الخل من أمريكان جورميه، تخيل حاطينه بالثلاجة ما بعرف ليه، لا لا تخيل يطلع مو صح. حلو. لا يعني هيك احنا رضينا جميع الاطراف. رح ارجع اذكركم تشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك وتحكوا لنا، يعني سؤال حلقتنا احنا خليناه يعني بشكل عام، اذا اشتقتوا للعزايم، ايش اللي فرق معكم برمضان هاي السنه عن باقي السنين؟ شاركوا معنا واحكوا لنا كمان اذا بتحبوا انتم من محبين الدجاج ولا من محبين اللحمه، عشان بالحلقات الجاي الشيف امتياز تعرف على ايش تركز لكم بالضبط، بس هي عاده بترضي كل الاطراف. مية يعني مية. اللحمه والدجاج 100%. طيب حطينا اذا الصدر دجاج، بعدين حطينا عليه اللبن، حطينا خل، وحطينا ليمون، وحطينا صلصه بندوره من لونا، وحطينا لبن زي ما قلنا، وحطينا من ساسي كل كيلو زي ما اتفقنا دائما بده معلقه من الملح، بس عشان اعطيه طعم كثير طيب وكثير لذيذ راح استخدم مرق الباودر من زغلول. لازم تجربوه دائما بكل تتبيلات الدجاج واللحمه، راح تفرق معاكم، تكه بسيطه كثير بس راح تفرق معاكم كثير بالتحضير، وخصوصا اذا ما بدهم يتركوا الدجاج او اللحمه متبله قبل بليله. صح. يعني هاي انا راح اتبلها وعلى السريع استخدمها. طب هلا ايش بيفرق؟ هلا في كثير ناس بيقول لك انه عشان ياخذ النكهه بالضبط لازم ياخذ النكهه، مظبوط، خليه منقوع فيها، مظبوط. بياخذ النكهه وبصير عندي وقت السوى كثير اقل. اوكي تمام. بس بس الشيش طاووق بشكل عام مش من التتبيلات اللي بتحتاج تحطيها كثير وقت، يعني لو عملتوها 20 دقيقة خلص، ساعة خلص، بس دائما فكرة قبل بليلة غير كل هذا اللي بنحكي عنه انه بتوفر عليهم وقت وجهد. صح 100%. انا هيك صار شوفهم احلى الصدر الدجاج، انا هذا اللون اللي بدي اياه بالضبط وهذا الشكل عشان لما اشويه والصوص اللي بده يطلع يكون طيب وكثير حلو، شايفين كيف؟ هلا في تكة بسيطة بحب اعطيها عشان يضل جوسي زيت ومرة يتحمر، اللي هو الزيت من شعبان حطه. خلص راح احطهم بالطاجن، وصفتي خلصت. شوفوا قد ايه سهله اليوم فكره الوصفات، سهله بسيطه، مو حابه كثير اعملهم، كنت اكل يعني كبير صعب مش صعب بس يعني اكل خلص ملينا شوي الاكلات الكبيره بالضبط. ايش جديد 100%. عندي هون الطاجن، ايش بالبق مع الشيش طاووق؟ كثير بالبق الفلفل الحلو او الفلفل الرومي الالوان، كثير بالبق، ما عنا ما في داعي. بصل كمان كثير بالبق، بدنا نحط بندورة بصل. ممكن اذا ما عندهم بندوره كرزيه، بندوره كرزيه بندوره كرزيه ولا
طلع البصل وين على حلقي على طول. ما عاد شكلك مش حاطه عليه من زيت شعبان قبل ما لا والله حاطه مقطعته من امبارح لانير شايفين كل التتبيله الحلوه وبدي اخذ كل شيء اشطبه واحطه. هاي الوصفه كمان تقدروا تعملوها بالعجينه بس انا ما حبيت اعقدها عليكم، بس انا صراحه كنت حابه التنين اعملهم بالعجينه واسكرهم، فكرتهم كثير ممتازه. شوفوا الطاجن اصلا حلو لحاله من غير ولا شيء، من غير سوائل من غير ولا شيء، راح ادخله على الفرن لمده 30 دقيقه بعدين احمره من غير ولا شيء، ما بحتاج من غير ما اغطيه. واو. كل الخضار اللي انا حطيتها مده سواها كثير قليله، والجاج بالذات الشيش طاووق ما بده يتغطى لانه برضه فتره سواه كثير قليله.